أظهر وزير الإعلام اليمني معمر اللارياني من إقامة ميليشيا الحوثي مدارس دينية مغلقة على الطريقة الداعشية لنشر الفكر المتطرف. قال اللارياني إن الحوثيين يمارسون سياسة التجريف الممنهج للعملية التعليمية باستمرارها في قطع رواتب المعلمين والعبث بالمناهج الدراسية. واتهم ميليشيا الحوثي بتحويل المدارس الحكومية إلى معسكرات مغلقة لاستدراج الأطفال وتجنيدهم تحت غطاء المراكز الصيفية، داعيا المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان للتوعية بمخاطر تجريف العملية التعليمية وغرس ثقافة الحقد والكراهية وتحويل المدارس إلى مراكز لتفريغ الإرهاب. هذا وكثفت ميليشيا الحوثي من التعبئة الطائفية في مراكز الدورات الصيفية بإشراف مباشر من داخلية الانقلابيين في عدد من مناطق مديرية عتمة غربي محافظة ذمار. كما تسعى الميليشيات لفرض صرختها الخمينية وفكرها التحريضي المتطرف المستورد من طهران. من القاهرة ينضم إلينا النائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني الدكتور عبد الحفيظ النهاري. مرحبا بك دكتور. يعني المدارس الحوثية وتحديدا المدارس الصيفية التي تقام في نهاية كل عام دراسي، هناك معلومات تقول أنها إلزامية أصبحت في اليمن، ولكن السؤال ما هي الأهداف البعيدة للحوثي في تجريف العملية التعليمية في اليمن بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالطبع نحن أمام ممارسات طائفية لميليشيا طائفية انقلابية تعمل على تخريب الهوية الوطنية. الهوية الوطنية الدخول إلى تخريبها هو من خلال وزارة التربية والتعليم والمناهج الدراسية، من خلال سيطرة الميليشيا على هذه الوزارة وعلى الحاضنات التربوية جميعا. من ضمن فضلا عن السيطرة على المدارس بشكل مباشر وعلى البرنامج الدراسي والمناهج الدراسية، إلا أنهم لا يكتفون بهذا، بل يستحدثون في كل صيف مسألة المراكز الصيفية أو المعسكرات الصيفية للأطفال والشباب، بل والشيوخ من محو الأمية. طبعا هذه المعسكرات هي معسكرات طائفية 100%، تهدف إلى تعبئة الشباب وتعبئة الأطفال وتعبئة كل من يستوعبهم فيها، تعبئة طائفية بالناحية وتعبئهم على الكراهية وتحرضهم على الكراهية وتحرضهم على القتال وتستدرجهم إلى معاركها في كل الجبهات. طبعا تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى والشباب من خلال هذه المعسكرات التي تدرسهم فيها ملازم يحيى بدر الدين، ملازم حسين بدر الدين الحوثي، وترديد الشعارات وترديد يعني ما يمكن أن نسميه يعني التقنيات الطائفية أو التحريض الطائفي، ومنها الشعارات المضللة والأفكار المضللة والقراءة الخاطئة للتاريخ. طبعا في هذا العام لم تكتفي بالمدارس وبالأطفال، بل جندت أيضا المنضمين إلى فصول محو الأمية، ومعظمهم من النساء الكبار اللواتي يعني انخرطن في مجال محو الأمية لمحو أميتهن، وهم الآن يستهدفوهن للتأثير عليهن، لما للمرأة من تأثير على الأسرة بالطبع. وبالتالي لم يكتفوا بالأطفال، بل أيضا استهدفوا الكبار في محو الأمية. الأرقام تتحدث عن استقطاب حوالي إدخال 6000 من برنامج محو الأمية في هذه المعسكرات، وحوالي 50000 من المدارس من الأطفال من عدة أعمار في معسكرات تقيمها في المحافظات وأحيانا على مستوى المديريات. طبعا نحن أمام عملية تجريفية للتعليم بالتأكيد، وأمام قنبلة موقوتة
تحول هؤلاء الشباب إلى وقود مستقبلي للحرب، وتعزز ثقافة الموت بدلا من ثقافة الحياة، تؤهلهم للموت بدلا من تأهيلهم. طيب دكتور عبد الحفيظ، يعني هذه الأرقام كبيرة فيما يتعلق بالأعداد التي ذكرتها المنضمين لهذه المعسكرات كما وصفتها، حجم التغيير في المناهج اليوم إذا كانت لديك معلومات حقيقية من اليمن كبير جدا، وإلى أين يريد أن يصل الحوثي بهذا التغيير؟ طبعا في تغيير المناهج أصبحت معروفة ومتابعة ومتواترة. هم ركزوا على أولا على التغيير في مادة التاريخ، بحيث يردون الاعتبار للعهد للعهود الإمامية الظلامية، وفي الجانب وفي مادة التربية الإسلامية، بحيث يكرسون مبدأ الولاية ومبدأ اصطفاء آل الرسول، مثلا الاصطفاء الطائفي والعرقي على سبيل المثال، وتكريس مسألة الولاية تكريسا دينيا. كما يركزون أيضا على مواد أخرى تتعلق بتهيئة الطلاب وتشكيل هويتهم، والتي تتضمن أيضا مناشط مدرسية متعددة تساهم في التكوين الذهني للأطفال والتغيير السلوكي. طبعا هذه المناهج تتنافى تماما مع النصوص الدستورية ومع قانون التعليم الذي يحدد ملامح الهوية الوطنية، والهوية الوطنية والمناهج كانت تخضع لأطر ومرجعيات وطنية تبدأ بالمجلس الأعلى للتعليم وتمر عبر مجلس النواب وعبر يعني مؤسسات كثيرة لتحدد الأهداف التعليمية العامة والأهداف التعليمية لكل مرحلة وملامح الهوية الوطنية المطلوبة، لأن التربية نحن نؤهل جيل من صالح من أجل الحياة ومن أجل بناء الوطن ومن أجل الشراكة الوطنية، يبنى على المحبة وعلى التسامح وعلى الإخاء وعلى التعاون. الميليشيا تقوم بعكس هذه الأهداف تماما، لأنها تستقطب هؤلاء الشباب من أجل التعصب الطائفي والتعصب الديني وتضليلهم بالأفكار المتطرفة. دكتور عبد الحفيظ، هل بالإمكان إفشال هذا المشروع، وهو نفس المشروع الذي يقول عنه اليمنيون أنه يهدد البلاد والوحدة الوطنية وأيضا الهوية اليمنية؟ بالتأكيد هذا المشروع يهدد وحدة النسيج الاجتماعي، ويهدد المستقبل من خلال العقول التي يجري إعادة صياغتها على النحو الطائفي المذكور، وبالتالي نكون أمام تهديد للأمن الاجتماعي اليمني. مواجهة هذه المشكلة هي مواجهة ذات وجوه متعددة، مواجهة صعبة لأنها تحتاج إلى مواجهة تربوية وإلى مواجهة ثقافية وإلى مواجهة إعلامية وإلى مواجهة فكرية، وبالتالي الجهود مطلوبة بشكل كبير، جهود تبدأ بالأسرة وتنتهي بالحكومة الشرعية التي من خلال مؤسساتها يجب أن تبذل جهدا كبيرا لمواجهة مثل هذا التجريف ومثل هذا المشروع التدميري. وبالطبع الهوية الوطنية تظل مسؤولية الجميع لإعادتها إلى لإعادة النشء وبوصلة التربية إلى جادة الصواب وإلى الميزان الوطني الدقيق. إذن الجهود المطلوبة جهود كبيرة، منها ما هو إعلامي ومنها ما هو تربوي ومنها ما هو ثقافي، وكل مسؤول عن التصدي لهذا المشروع التدميري كل من موقعه وبحسب إمكاناته. ولكن فقدان السلطة سيطرة الحوثيين على السلطة على الدولة يجعل التأثيرات الخارجية قليلة وغير ذات تأثير كبير. شكرا جزيلا لك. وجود سلطة مركزية. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني، على كل هذه الإيضاحات.